هذا الفيلم هذا صورناه في 2019 ومهم اون طون انا ككوميديان ملي كنصور الفيلم صافي كنرجع للور سيتادير كننسى كنحاول ننسى داك البيرسوناج واخا ما كنساش ولكن كنحاول ننساه اون فيت كومباك ملي شفتو البارح في العرض ديال في السينما في طنجة شفتو كان جمهور ما شفتوش انا ممثله كان عندي واحد الاحساس غريب كان عندي واحد الاحساس ديال واحد السيده اللي مشات تقلب على ودا ما عرفاتو ميت ولا حي وهذا الاحساس هذا اللي فريمون بكاني ما عمري ما بكيت شي فيلم ديالي مره الاولى في حياتي انا بكيت بكيت في واحد اللقطات اللي كنقول لي ما شفتش راسي انا كممثله شفت ممثله اللي ما كنعرفش نهائيا لاول مره كنشوفها كتلعب لاول مره كنشوف هاد البيرسوناج هذا كيفاش نوقع شنو وقع باش هاد الولد هذا هرب لها ومشى بلاد ديال الاهراب وديال فوالا هادو الاحساس باش اللي كان عندي المجهود اللي كان عندي انايا في هذا لو بيرسوناج هو المجهود فيزيك حيت المجهود فيزيك وانا اون طوك كوميديان كنقول بلي لو كوميديان خاصو يكون عنده الفيزيك صاجر لي خاص تصحى وخاصو يبوجد راسو فيزيكمون يدير رياضه بزاف خاصو يستعد راسو يكون ديما مستعد باش يكون عنده شي ادوار اللي هما بحال هكا اللي كيشبهوا الباتول خاصو يكون مستعد يطلع بسلوم يقول المخرج طلع بسلوم خاصو يطلع بسلوم هادشي تقول له لا دونك كاع هادشي كامل هذا كي توجد ولكن بيان على لافونس من غير يكون ان بيرسوناج بحال هذا خاص ديجا يكون ديجا الممثل يكون واجد لهادشي واجد سكي نورمال سكي لوجيك المشاهد كلهم نقدر نقول لك لقيت فيهم صعوبه ونقدر نقول لك بنفس اللحظه ما لقيتش فيهم صعوبه ولكن اكثريه ما لقيتش فيهم صعوبه ولكن هذيك اللي ما لقيتش فيهم صعوبه بحال شنو نقول لك ملي كتبغي شي حاجه كتجيك زوينه وباغا تجهدي في شي حاجه كتجيك سهله ولو تبغي باغ اكزومبل تمشي تطلعي في شي جبل وهذاك الجبل انت باغي تطلعي في هذاك الجبل راه غادي تطلعي له بسهوله فهمتي دونك في هذا الفيلم هذا راه كلشي كان صعيب كلشي ولا حتى ليكيب كامله تبارك الله راه خدمات في هذا الفيلم كساسوا لي تكنيسيان كساسوا لي زاكتور كساسوا المخرج شركات الانتاج طول الموم هي طلوات لي رجليا درت القبس بوندون واحد 15 جو حيدتو ولا كان اللي كيقول لي الطبيب لا خاصك 40 يوم ولا كنقول لهم نو خاصك تحيدو ليا باسكو راه عندي لا ميسيون ديالي راه خاصني نكمل لا ميسيون ديالي جي اون ميسيون اكومبليغ ايوا زعما كلشي داز مزيان سيتي بيان كنحييكم بزاف كنبغيكم بزاف وان شاء الله جيسبر ان شاء الله الفيلم كومباك يعجبكم ان شاء الله ميرسي بوكو